الأخوة أصحاب السمو والمعالي، يطيب لي بكل اعتزاز ونحن نجتمع اليوم في إطار الاجتماع التشاوري 16 لمجلسكم المغقر مواصلة المسيرة المباركة لعملنا الخليجي المشترك تنفيذا لتوجيهات السديدة والحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دولنا حفظهم الله ورعاهم بتحقيق المزيد من الإنجازات في إطار مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحقيقاً للأمن والاستقرار والرفاهية لدولنا وشعوبنا. ينعقد اجتماعنا اليوم في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة تواجهها منطقة الخليج والمنطقة العربية بأسرها، وهذه التحديات شاخصة لا تحتاج إلى بيان، ويأتي في مقدمتها عدم الاستقرار السياسي والأمني للعديد من الدول، في مقدمة اليمن الشقيق الذي يعد استقرار من استقرار دولنا الخليجية. في هذا الصدد فإن مواقف قادتنا الشجاعة تجاه الأزمة اليمنية قد زادتنا قدرة وقوة على مواجهة كافة التحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون من خلال الأخذ بزمام المبادرة في التصدي للأخطار والتهديدات الأمنية لدول المجلس. ويشير هنا القرار الحكيم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بإطلاق عاصمة الحزم. ومن هذا المنطلق فإنني على ثقة بأننا بحمد الله نمتلك القوة والإرادة والخبرة في إدارة قدراتنا وتوجيهها للحفاظ على دولنا وتحقيق الأمن والاستقرار لشعوبنا. أخواني أصحاب السمو المعالي، إن مسيرة عملنا الأمني المشترك وبخاصة ما تم من تعاون واضح بين دول مجلس التعاون في الآونة الأخيرة بات نموذجا يحتذى به على الصعيدين الإقليمي والدولي، وانطلاقا من إيماننا جميعا بأن الأمن الذي تشهده شعوبنا أصبح من أكبر التحديات التي تواجه دولنا بسبب التطورات والتحولات الجذرية والظروف البالغة الحساسية التي تمر بها المنطقة. فمن هذا المنطلق فإننا نتطلع من خلال هذا الاجتماع إلى تحقيق الأهداف السامية التي رسمها لنا قادة دولنا حفظهم الله ورعاهم لتعزيز وتطوير مسيرة ومنظومة الأمن المشترك لدولنا الخليجية عبر رؤية مستقبلية لمواجهة التحديات الأمنية الخطيرة التي تواجهها الأجهزة الأمنية بدول المجلس، ولا يأتي ذلك إلا عبر المزيد من تضافر الجهود والتنسيق وتعميق أواصر التعاون الأمني في مختلف المجالات التي من شأنها الإسهام في تحقيق وحدتنا وترابطنا، والعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز أمن واستقرار دولنا ورخاء شعوبنا بما يتناسب مع كافة الأحداث والمستجدات الأمنية. والنائب دولنا الخليجية عن الاضطرابات لتنصرف إلى مسائل أهم تتصل بالتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها لتحقيق التنمية المستدامة لشعوبنا الخليجية. أخواني أصحاب السمو المعالي، يأتي في مقدمة هذه التحديات الأمنية ظاهرة الإرهاب الذي يعد من أخطر الجرائم التي تواجهها دول المجلس بل والعالم بأسره، تلك الآفة الخطيرة التي عانت منها بعض دولنا والتي كان آخر الاعتداء الذي وقع على أحدى دوريات الأمن في المملكة العربية السعودية الشقيقة بشرق مدينة الرياض، مما أدى إلى استشهاد 2 من الجنود السعوديين، وكذلك التفجير الذي وقع في قرية كرانة بمملكة البحرين الشقيقة والذي أسفر إصابة 2 من رجال الشرطة. وقد عبرنا عن وقوفنا بجانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة في مواجهة أعمال العنف التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار ليس في السعودية أو البحرين فحسب بل في سائر دول مجلس التعاون. وفي هذا الإطار فإن مناقشة للموضوع إنشاء قائمة خارجية سوداء موحدة للكيانات والعناصر الإرهابية، والتي انتهت لجنة الخبراء من إعداد وضع المعايير والإجراءات اللازمة لإدراج تلك الكيانات والعناصر فيها، ليدعونا لإقرار تلك المعايير وسرعة العمل على تطبيقها لمجابهة التهديدات والأعمال الإرهابية التي تستهدف أي من دول المجلس سواء داخل حدود الدولة أو خارجها، والعمل على ملاحقة الأشخاص المطلوبين والمتورطين في أعمال إرهابية. واسمحوا لي قبل أن أختتم كلمتي أن أشيد بالجهود الطيبة التي بذلتها الأمانة العامة للمجلس وعلى رأسها معالي الأخ الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام للمجلس والأخوة موظفي الأمانة في إعداد والتحضير لهذا الاجتماع. أكرر ترحيبي بكم في دولة قطر متمنيا لكم طيب الإقامة، سائل المولى العلي القدير أن يبارك مساعينا وجهودنا لرفعة وتقدم شعوبنا ويسدد على طريق الخير خطانا لتحقيق طموحات المواطن الخليجي في الأمن والاستقرار. إنه نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.